يعني رح تطلع مع الرجال؟ ايه اخوكي فارس خبره لاحمد، هلا احمد قبل شوي اجى خبرته. والله يا ياسين كل ما بتطلع معهم بيهب قلبي الهبه بالهبه لترجع. يعني فاطمه انت بتخافي علي وبتحبيني؟ ياسين شو بك تقبرني؟ من الصبح مالك على بعضك؟ ما في شيء يا مو، قلت لك ما في شيء. لا في، انت ابن بطني وبعرفك لما بتكون مزعوج. امي ماني مزعوج، ماني مزعوج. لوين قمت؟ ما بدك تكمل اكلك. ما بدي اكل. لا تقبرني، عود عود، روق روق يا مو روق. يلا كمل اكلك، كمل اكلك تقبرني. يا مو ياسين بدي اسألك، ما في اخبار عن ابن خالتك عبود؟ يا مو مشان الله، مشان الله لا بقى تجيبي سيرته. ليش يا مو؟ ليش؟ لانه كل مصايبنا من وراه. لا يا ابني لا تحكي علي هيك، انا ربيته مثل ما ربيتك. مو الهيئة يا مو، مو الهيئة. لو كنتي ربيتيه مثل ما ربيتيني ما كان طلع هيك. يا مو عبود كان شب ولا كل الشباب، كانوا كل أهل حارتنا بيشهدوا له بمراجله. ايه شو اللي غيروه؟ هن اللي غيروه، ظلموه، كمشوه للفرنساوية، ولما طلع من الحبس صار واحد تاني. هن اللي خلوه يصير واحد تاني. الله وكيلك يا رب، لما اجى من شان يسلم علي ما عرفته. الله يسامحكم يا اهل حارتنا، الله يسامحكم على اللي عملتوه بهالرجال. خلص يا مو، خلص لا تبلشي تبكي. يا مو برضاي عليك، لا بقى تحكي عليك. ومثل ما بقول لك كل مره، اذا كانوا كل الخلق ضده انت خليك معه لتقبرني. أمرك يا أمرك. يا بور قلبي إن شاء الله. يا ترى وين أراضي؟ شو عم يأكل؟ وين عم ينام؟ لا تخافي يا أمو، عبود قبضاي وبيدبر حاله، لا تخافي. شو عمتي؟ رح تحكي لنوري؟ لا عمتي ما رح اقول له، بس برضاي عليكي ما عاد بدي اشوفك واقفه انت وهذا الشاب على السطح. هالمره مرقت، بس بجوز اشوفك اخوك عم بتحكي معه. لك والله بيقيم لقيامه. ليكي اذا هذا الشاب بده اياكي، هي باب البيت موجود، يجي يدق الباب ويطلبك. فهمتي؟ فهمت فهمت عمتي فهمت. قومي غسلي وشك، قومي، تعالي البكاء ما بيلبق لك، لك درسانة.
يلا يا مو، ما بدي وصيكم على شيء، هاد ديروا بالكم على حالكم. شو خلاص نويتي يا ميمي؟ أبري قلبي، بدي روح على بيتي، عندي اولاد بيكونوا اشتاقوا لي. يوم ايه ماشي روحي، بس كمان ما تطولي علينا الغيبه، نحن كمان بنشتاق لك. شكيتك لعائلك، لا تخافي، كل ما بيصح لي ما بتلاقوني الا اجيت لعندكم. طب هيك رايحه وما سلمتي على امي رح فيق لك اياها. لا تقبريني، لا اتركيها نايمه، انا قصدا ما فيقتها. لي على طول طول الليل عينها ما غمضت لحتى اطمنت انه رجعوا اخواتك بالسلام. يلا بدكم شيء؟ سلامتك. ما بدي وصيكم؟ لا فطوم تقبريني، ديري بالك على حالك. ايه ماشي عمي. يلا خاطركم، مع السلامة. ايه تقبر قلبي، ديري بالك عليه. ايه خليه ياخذ برد. يلا خاطركم. لا تاكل هم، عمتي راحت وما خبرت اخي نوري بشي. الحمد لله الحمد لله، الله وكيلك يا فاطمة. امبارح ما عرفت وين بدي ودي وشي من نوري وفارس، خفت يكونوا دريانين باللي صار. حميد ربك انه عمتي اللي شافتنا، مو امي او مرتخي. طيب عمتك شو قالت لك؟ قال انه لازم تبعت امك تخطبني، وانه ما لازم بقى اوقف معك على الاسطوح. صحيح ياسين، ايمتى بدك تبعت امك لعنا؟ لو علي القصة كنت بعتها اليوم قبل بكرة. بس ولا يهمك فاطمة، ولا يهمك، قربت وحياتك قربت. السلام عليكم. أهلين سيد ياسين. يا ميت أهلين وسهلين. زعيم مشان الله، أنتوا ليش هيك عم تعملوني؟ ليش نحن شلون عم نعملها؟ هلا مرقت من ناحية الفرن، سلمت على فارس، الله وكيلك إجا ليعمل معي خناق لأني سلمت عليه. بيرضيك هذا الشيء زعيم؟ إذا عبود ابن خالتي عمل عملته وهرب، أنا شو دخلني؟ معك حق عمي ياسين، أنت ما دخلك، بس موتة عمي أبو شكري الله يرحمه عمت على قلوبنا. ولا يهمك، إلك علي خلي أخي فارس يعتذر منك قدام كل أهل الحارة، منيح هيك؟ لا زعيم أعوذ بالله، ما بدي لا يعتذر مني ولا شيء. فارس صاحبي ومثل أخي، أنا بكفيني إنك تبتسم هاي الابتسامة بوشي، هذا الشيء بكفيني. لا سيدي بده يعتذر، والشغلة مو بكيفك. أمرك زعيم، مثل ما بدك. اسمع عم ياسين، أي شيء بيلزمك أنت وأختي أم ياسين نحن جاهزين. كبير يا زعيم، كبير. عنزك. الله معك. ياسين. أمرني زعيم. أنت لساك مستعد تعلم الأولاد القراية والكتيبة؟ شو بتقصد؟ ما فهمت عليك. عمي ابو شكري الله يرحمه كان بده يفتح المدرسه بده اياك تدرس فيها، مو هيك؟ ايه مزبوط. انا رح اعمل هي المدرسه، اتكل عليك بهالقصه ولا شو؟ انا جاهز، بس بدي اسالك سؤال. سؤال؟ يعني وقت حكينا انا والزعيم ابو شكري الله يرحمه بهذا الموضوع ما كان في حدا معنا، انت كيف دريت؟ ولو عمي ياسين، شو شايفني زعيم على الفاضي بالحارة؟ أعوذ بالله، أنت زعيم وسيد الزعمة تبع الشام كلها. الله يبارك فيك، معناتها يوم الجمعة حضر لي حالك بعد الصلاة، تعال عندي على البيت مشان نحكي بهالسيرة. على البيت؟ إيه ماشي، بتأمر زعيم. يلا السلام عليكم. الله معك. وشك ما بيتفسر. ما في شي يا مو، ما في شي. شلون ما في شي؟ عم قلك شوفي.
عبود يا مو عبود. شبو؟ عبود حكموا عليه بالإعدام يا مو. واليوم طلع فيه كتاب من الكولونيل بذات نفسه وقال رح يدفعوا 100 ليرة ذهب يلي بيخبر عنه. لا تخاف يا مو، لو كانوا قدرانين يوصلوا له ما كانوا حكوا هيك. يا مو هذا كتاب رسمي، يعني عبود راح خلص، الكولونيل بذات نفسه عم يتدخل بالموضوع. لا تخاف تقبرني، عبود رجال قد حاله. يا مو أنا بدي إياك أنت كمان تكون هيك قد حالك، وتكون سند لابن خالتك، ابن خالتك اللي انظلم. انتي شلون متأكدة انه عبود مظلوم؟ لأنه تربى على ايدي هدول، لأنه ما بيعرف الغدر ولا بيعرف القتل. هو صحيح عصبي شوي، بس كل التهديدات اللي بيقولها بتكون طالعة من قلبه. تعرف ليش؟ لأنه كمان ما بيعرف الحقد. وأنا هيك حاسس يا مو، حاسس من عبود سكرتي وقبضاي، حاسس إني غلطت كتير لما قلعته من هون من البيت. بس هو الله يصلحه، ليش كسر دكانة أبو يونس وقهوة أبو جمال وضربه لفارس؟ ليش؟ بيستاهلوا يا مو، بيستاهلوا هدول 10 سنين. 10 سنين انظلم فيهم عبود. تعرف شو يعني؟ يعني انكبوا من عمره كب قليلة هي.